السلام عليكم. فروزان شخصية عظيمة، كثير شخصيات جديدة جات الفترة هذه اللي فاتت، وفروزان تقريبا تعتبر من أهمهم، أو بالأصح الأكثر فائدة فيهم. الشخصيات اللي تعمل بف حلوين بيخلوا شخصياتنا الدي بي اس جبابرة في اللعبة. فروزان كل شغلتها إنها تزيد من دمج الإنيمو، فإذا أنت عندك شاو، عندك سكرموش، لازم تستخدم فروزان. وإذا أنت عندك هايزو ما تحتاج تستخدم فروزان أصلاً، ما نهائياً لا تستخدم فروزان في التيم الأساسي حق هايزو. لكن إذا أنت حابب تعمل وان شوت بهايزو، هنا ممكن ضروري تحتاج فروزان عشان تزيد من دمج هايزو أكبر دمج ممكن. أدري إني تأخرت على الفيديو، كان نفس الفيديو ده يكون موجود قبل له من أسبوع يعني، بس خبر جميل جدا 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 جميل. يقولوا في 3.4 بعد بانر الريدن وآيتو، الهيثم جاي مع ياو ياو معهم شخصية شاو. فرصتك تجيب شاو، فرصتك تجيب كونسليشن شاو، بعدهم هو تاو ويالان. يعني الهيثم، شاو، هو تاو، يالان، كلهم في ورا بعض، وقبلهم في ريدنو. يعني كل اللي بقوله انه هذه الاربع شخصيات والشخصية الخامسة ريدن شوغن اللي دحين جاية قريب فيهم قوة عظيمة. صح الهيثم ما نعرف شيء عنه، ما جاء، لكن برضو حتى الهيثم راح يكون زيهم، صدقوا راح يكون زيهم جدا قوي. فعندنا خمسة شخصيات، كل واحد فيهم أحلى من الثاني، فيا إما إنك تدفع وتجيب أقوى شخصيات في اللعبة، أو إنك تختار بين خمسة شخصيات صعب الاختيار من بينهم. شوفوا ذول الخمسة شخصيات كل شخصية لها إيجابيات وشخصية لها سلبيات. في بعض الشخصيات تحتاج كونسوليشن عالي، في بعض الشخصيات لا، كونسوليشن صفر زين، في شخصيات تحتاج سلاح كويس، في شخصيات ما. فشوف انت اللي عندك، شوف الامكانيات اللي عندك، شوف اللي تقدر عليه، شوف شخصية اشياء زي كده واختار من بينهم. هذا اللي بيختار واحد فيهم. المهم اللي الى الان ما سمى سكرموش او مو عارف ايش يسميه، الفيديو اللي فات جبنا اسماء كده عن اسم سكرموش، فاللي يشوف الفيديو مشاهدة ممتعة. بسم الله ابتدينا. معكم مهنا من قناة كليكر تي في، أهلا بيكم في القناة. البرست هو كل شيء، كل شيء في فروزان، فالمفروض نزيد ليفل البرست أعلى شيء ممكن. فيه مقاومة الإنيمو ثابتة 30%، لكن بف دمج الإنيمو يزيد مع ليفل الإليمنت البرست، فمهم نزيد ليفل البرست. السكيل فيه فائدة واحدة فقط، يجمع الوحوش. إذا استخدمنا السكيل وبعده تشارج اتاك، راح يصير في كراود كنترول، حيصير في الوحوش حيتجمع، حيصير في هواء كده والوحوش يتجمعوا، فهذا بيصير شيء كده مره حلو في فروزان او شخصيات الانو بصفه عامه. وهذا يعتبر اليمنت السكيل دمج مو تشارج اتاك، فاذا بنزيد من دمج نزيد من ليفل اليمنت السكيل مو من ليفل التشارج او النورمال اتاك. فاليمنت البرس هو اهم شيء اذا كنا بنزيد من البف، والإليمنت السكيل إذا كنا بنزيد من قوة دمج الشارج أتاك اللي بعد الإليمنت السكيل، فنزيد من ليفل الإليمنت السكيل، أما نورمال أتاك فما منه فائدة. في هذا المقطع رح نشرح البف اللي تسويه فروزان، البف فقط في الإليمنت البرست، وهي تقلل دفاع العدو لتحمل دمج الإنيمو 30%. فحاليا هنا سوينا الإليمنت البرست، فلما لاحظين هذه البلورة جالسة تلف يمين يسار، يعني جالسة تتنقل من مكان لمكان، وهي جالسة تتنقل جالسة تعمل دمج، وكل ما تعمل دمج راح نلاحظ انه في سهم تحت على الوحوش. هذا السهم اللي تحت على الوحوش هو هذا البف اللي تعمله فروزان. ايش معنات السهم هذا على تحت؟ معناته انه هذا العدو اللي عليه سهم على تحت ما يتحمل نوع معين من الدمج، وهنا النوع المعين اللي ما يتحمله دمج الإنمو، مو معناته ضربتنا أقوى، لا، معناته إنه هذا الوحش اللي جالسين نقاتله أضعف، فمعناته دمجنا أقوى لأنه هو أضعف، فاهمين؟ فهي هذه الفكرة، مو دمجنا أقوى، هو اللي أضعف. الباسف تالنت الأول بف لي السكيل يقلل من وقت شحن التشارج أتاك، حلو؟ الثاني يعتبر مهم لانه فيه بف، فبف يعني يعتبر شيء حلو، بيزيد البف في البرس، بيكون فيه زياده في الدمج 32% من البيز اتاك حق فروزان،
فالبس حق التاك فاروزان كويس بس ضربة واحدة فقط، لأنه هذا يحصل كل 0.8 ثانية، ففقط هذه الضربة يعتبر مهم فيه البيس اتاك. اما باقي البف او البف حق الليمتر بس بصفه عامه ما يعتبر البيس اتاك فيه مهم. الكونسوليشن الاول نقدر نعمل ضربتين تشارج اتاك بدل ضربه واحده. الثاني يزيد مده الليمتر بس 6 ثواني، وزياده مده في الليمتر بس يعني يعطينا مجال اكثر اننا نعمل روتيشن بشخصيات وندمج اكثر بشخصيات الانمو الموجوده عندنا سواء شاو او سكرامش. الثالث يزيد ليفل الليمتال سكيل 3 ليفلات، واذا زدنا ليفل الليمتال سكيل احنا بنزيد من دمج السكيل وزمج التشارج اتاك هذا اللي يسوي يجمع فيه الوحوش. فروزان ما تكون طاقات كفايه، حتى لما نعطيها اسلحه انرجي ريتشارج، اسلحه زي فافونيوس ما تكون طاقات كفايه، لكن بالكونسوليشن الرابع بيكون في طاقات اكثر مع في الليمتال سكيل. وعدد الطاقات يعتمد على عدد الوحوش اللي بنقابلهم. اول عدو بيكون بيجيب لنا 2 من الطاقات، وبعدين كل عدو بيعطينا نص طاقه زياده، واكثر شيء نقدر نجيبه بالكونسيشن الرابع 4 طاقات، في يعني 4 طاقات يعني 5 اعداء. الخامس يزيد الليمتر بس 3 ليفلات، يعني بيزيد الدمج او بيزيد البف حق الانمو. السادس بيزيد الكريت دمج الشخصيات اللي تدمج انمو 40% بعد استخدام الليمتال برس حق فروزان، يعني الشخصيات اللي عندنا تدمج انمو سواء شاو او سكرموش بيزيد عندهم الكريت دمج 40% بعد الليمتال برس حق فروزان، فهذا مره شيء حلو 40% كريت دمج. وفي نفس الوقت بيكون في ميزه تجميع الوحوش اللي في الليمتال سكيل، كل 3 ثواني بتجمع الوحوش، فيعني الليمتال سكيل مع الليمتال برس فروزان كلهم مع بعض. الكونسوليشن بصفة عامة حق فروزان كلهم 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 رهيبين، كل واحد فيهم أحلى من الثاني. الثاني ناخد راحتنا فيه في مدة البف، الرابع فروزان تحتاج طاقات كثيرة فالرابع يعتبر مرة مهم لها إنها تجيب طاقات زيادة. السادس يعمل بف أكثر للشخصيات الثانية فيعتبر كمان شيء مرة مهم. ففعلا فروزان شخصية حلوة، فعلا فروزان شخصية تستاهل، فعلا شخصية يستاهل كونسوليشنها، يستاهل كل الكونسوليشن اللي فيها. وزي ما قلنا هي ما هي مناسبة في تيم هايزو إلا إذا بنعمل وان شوت بهايزو. زيد بيرست فروزان بعد السكيل، لا تستخدمها إلا مع ووندر أو شاو، نعطيها 4 نوبلس. وإذا في سول كثير، إذا لاحظنا أنه دمجنا فيه سول كثير، هنا ممكن نعطيها 4 فيريديسن فينرال. أما إذا عندنا فاروزان كونسوليشن 6، هنا ممكن نعطيها 4 من تينسيتي. إنرجي ريتشارج إنمو دمج كريت ريت أو دمج كريت ريت في الغالب مع سلاح إنرجي ريتشارج. أفضل سلاح إنرجي ريتشارج ممكن يكون فابونيوس لأنه فيه طاقات كثيرة. فاروزان تحتاج كمية طاقات مرة كبيرة، مرة عالية، ف 200 انرجي ريتشارج يعتبر كويس. الكونسوليشن الأول حلو، الكونسوليشن الثاني حلو، الكونسوليشن السادس يا رب يجيني